مشاهدينا الكرام مرحبا بكم. تخلف وفد جماعة الحوثيين وحزب المؤتمر الشعبي العام الذي يرأسه الرئيس المخلوع علي صالح عن حضور المفاوضات المقررة في الكويت، مما اضطر الأمم المتحدة الإعلان عن تأجيلها. مصادر حوثية ذكرت أن أسباب عدم التوجه إلى الكويت يرجع إلى عدم تثبيت وقف إطلاق النار واستمرار الغارات الجوية للتحالف العربي. كيف يؤثر هذا التأجيل للمفاوضات على إيجاد حل سياسي للأزمة اليمنية؟ هل يؤدي إلى تصعيد عسكري في الميدان يؤكد وجهة نظر ما يقولون بالحسم العسكري؟ المزيد في التقرير التالي. طالب وفد الحكومة اليمنية إلى مفاوضات الكويت المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه ما وصفه بالاستهتار المستمر لجماعة الحوثي بكافة الجهود المبذولة لإحلال السلام في البلاد، وذلك على خلفية عدم حضور وفد الحوثيين للمشاركة في مشاورات السلام التي كان من المقرر أن تنطلق في دولة الكويت برعاية الأمم المتحدة. وقال بيان صادر عن الوفد الحكومي إن وفد الحكومة اليمنية سيتعامل بمسؤولية مع جهود مبعوث الأمم المتحدة إسماعيل ولد الشيخ أحمد، مؤكدا في ذات الوقت أن استمرار التصرفات والسلوكيات اللامسؤولة للحوثيين لا يمكن القبول بها والتغاضي عنها، وسيتم العمل على اتخاذ المواقف المناسبة والمنسجمة مع مصالح الشعب. وأكد وفد الحكومة أنه جاء إلى الكويت لتنفيذ قرار مجلس الأمن 22/16 الذي يتضمن انسحاب الحوثيين من المدن وتسليمهم الأسلحة واستعادة مؤسسات الدولة والبحث في خطوات استئناف العملية السياسية. واتهم عبد الملك المخلافي رئيس الوفد الحكومي من فريقي الحوثيين وصالح بالمماطلة في الوصول إلى الكويت وانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرا أن الحكومة اليمنية ستبذل كافة الجهود من أجل تحقيق الأمن والسلام في البلاد. وكان المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد قد أعلن في وقت سابق تأخير موعد انطلاق مشاورات السلام اليمنية المقررة في دولة الكويت نظرا لبعض المستجدات التي حصلت في الساعات الأخيرة. من جهته قال الناطق الرسمي للجماعة الحوثي محمد عبد السلام في بيان على صفحته الرسمية على الفيسبوك أن تثبيت وقف إطلاق النار والسماح للجان المحلية بالانعقاد يساعد بشكل كبير على إنجاح الحوار ووقف الحرب، ويطالب الحوثيون بوقف تام لتحليق مقاتلات التحالف العربي وتثبيت وقف إطلاق النار الذي أكمل أسبوعه الأول منذ دخوله حيز التنفيذ. وكانت مصادر ميدانية قد أكدت عدم التزام الحوثيين وقوات صالح بالهدنة الموقعة من جميع الأطراف، مضيفة أنهم واصلوا خرق الهدنة في جبهات محافظات مأرب والجوف ونهم، كما شهدت مدينة تعز جنوبي اليمن قصفا عنيفا من جانب ميليشيات الحوثي وقوات المخلوع صالح في خرق واضح للهدنة. ومع تعثر المفاوضات الحالية في الكويت واستمرار الخروقات للهدنة الموقعة، يأمل اليمنيون في مفاوضات جادة توقف الحرب وتعيد الدولة المختطفة. لمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي هنا في الاستوديو المحلل السياسي اليمني السيد علي المصفري، مرحبا بك سيد علي. كما ينضم إلي عبر الهاتف السيد فيصل المجيدي الإعلامي اليمني المتواجد الآن في الكويت. وأبدأ معك مباشرة سيد فيصل المجيدي، يعني بعد عدم وصول وفد جماعة الحوثي وعلي صالح إلى المفاوضات هناك حديث عن محاولة لإقناعهم بالوصول بالذهاب إلى الكويت، هل نجحت هذه المساعي برأيك؟ نعم، الواقع أن الجهود بالفعل متواصلة من قبل المبعوث الأممي من أجل تدارك هذه الهفوة والسقطة من جانب الانقلابيين الحوثيين، باعتبار أن مثل هذه الأفعال حقيقة ربما تؤدي إلى طيش سياسي كبير. كون مسألة التحضير لهذه المباحثات والمشاورات تمت منذ وقت مبكر، تتحدث من شهر 12/2015 حتى شهر 4 تم بالفعل التواصل مع الأطراف، سافر أكثر من مرة ولد الشيخ، عرض برنامج المفاوضات الأجندة، تراسل مع الأطراف، أخذ ملاحظاتهم حتى رفعه ل البيان المقروء على مجلس الأمن كان واضحا، ثم أنه صرح أكثر من مرة بموافقة الحوثيين وإعلانهم بالموافقة على الأجندة وتنفيذ القرار 22/16.
الواقع أن جماعة الحوثي خذلت المجتمع الدولي، خذلت دولة الكويت الشقيقة، خذلت يعني كل الدول التي وقفت من أجل محاولة الرأب الصاد وتحويل القضية من عسكرية حاليا أو عبر الطرق العسكرية إلى محاولة لتنفيذ القرار بالطرق السلمية. وبالتالي أعتقد أن الأمور الآن تتجه لأمرين اثنين، إذا ما نجح ولد الشيخ وهي محاولته قائمة، هناك أكثر من تكهن بهذا الشأن. البعض يتحدث عن أن المهلة يمكن أن تمتد إلى الجمعة للحضور، ومن ثم هناك حقيقة نوع من الطلب من الحكومة بالتريث قبل إعلان موقف ربما يؤدي إلى انسحابه، ومن ثم اعتماد التيار العسكري. فيصل مجيدي، يعني هل نحن أمام فشل للأمم المتحدة التي أكدت مرارا يعني على لسان ولد الشيخ أحمد أن جميع الأطراف، أن الحوثيين وافقوا على الحضور، وافقوا على تطبيق قرارات، ومن ثم لم يصل الوفد إلى الكويت، يعني هل فشلت الأمم المتحدة برأيك؟ نعم، حقيقة هذا الأمر يؤكد ليس فقط مسألة أن نتحدث عن فشل الأمم المتحدة، نتحدث عن فشل الجماعة ذاتها في تسويق أنها جماعة تسعى بالفعل إلى الحوار السياسي. ومن ثم فإن هذا الفشل يغطي خطاب مرتبك جدا لجماعة الحوثي، مرة تتحدث عن مسألة إيقاف إطلاق النار، ومرة تتحدث عن موضوع تحليق الطيران، حتى مجرد التحليق، لأن الاتفاق كان يتحدث وبالحرف الواحد عن أن جميع الأطراف يوقفون إطلاق النار على الأرض، سواء كان من السماء أو على الأرض. هم يريدون فقط هدنة من السماء، يريدون الاستمرار في قتل الشعب اليمني. مثلا مدينة تعز لم تشهد بالفعل أي هدنة مطلقا، بل أنهم واصلوا حصارهم عليها، واصلوا تجميع هذه المدينة كما هو حاصل في مضايا سوريا وغيرها من المدن المحاصرة حاليا كما يفعل حزب الله. وبالتالي يريدون أن يحققوا مكاسب على الأرض وقت الهدنة حتى يذهبون، وبالتالي من يحسم برؤيتهم، من يحسم على الأرض يحسم على الطاولة. ومن ثم أعتقد أن على الأمم المتحدة بالفعل أن تتخذ قرارا صارما بتطبيق القرار 22/16 عسكريا، لأنه تحت الفصل السابع، وهو ما تفعله قوات التحالف العربي حاليا. طيب ابقى معي فيصل مجيدي إذا تكرمت. سيد علي المصفري، يعني برأيك هذا التخلف عن الحضور، ما هي الرسالة التي يحاول الحوثيون إيصالها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. في اعتقادي أولا الرسالة هي ليست من الحوثيين، الرسالة أيضا من الأطراف الأخرى المشاركة في العملية السياسية. الحوثيون لديهم أجندة سياسية لابد أن تنتهي إلى وضع يمكن إيران من السيطرة على اليمن، هذا معروف. والأجندة السياسية التي تتبعها ما يسمى بالشرعية مع التحالف، يريدون أيضا إنهاء أو يعني تكنيس هذا المشروع من الجزيرة العربية وخصوصا اليمن. المشكلة الأساسية أنه لا توجد إرادة سياسية ناضجة، ولهذا الآن الارتباك في المشهد السياسي الآن اللي نشاهده هو أنه عدم وجود إرادة سياسية ناضجة لدى الحوثيين، وأيضا علي عبد الله صالح من جانب، وأيضا القوى الأخرى المتحالفة معهم، ومن جانب آخر أيضا أن لدى التحالف استراتيجية غيبت في التكتيك قضية رئيسية جوهرية هي قضية الجنوب، وبالتالي لم يريدون أن يذهبوا إلى تثبيت الأوضاع الأمنية في المناطق المحررة في الجنوب، والتي المليونية البارحة وقبل البارحة أكدت على ضرورة عودة الأوضاع إلى 22 مايو 90، لأنه هي الحل الأفضل الجذري الذي يمكن أيضا أن يخرج البلاد والعباد وحتى التحالف بما فيها من هذه الوضعية المتأزمة، وحتى أيضا يستطيع أن ينقذ الأمم المتحدة والقوة الدولية تلك التي هي في غياب تام. إلى الآن لا توجد إرادة دولية من قبل الغرب، لا توجد إرادة أيضا من قبل الأمم المتحدة، بدليل أن ولد الشيخ هو نفس الأجندة ولكن بصورة أخرى مثل جمال بن عمر. ثالث حاجة أيضا، قضية ثانية، أن المتحالفين مع التحالف من القوى بين هلالين التي موجودة الآن في الرياض أو غير الرياض، هم أساسا فاشلون في أنهم لا يستطيعون أن يفعلوا الحاضنة الشعبية والاجتماعية في اليمن من إمكانية أنها تذهب بنفس الذهاب في الجنوب.
وتحرير بقية المناطق. لاحظ سنة كاملة لم تتزحزح قيد أنملة سواء في الحدود 22 مايو 90. لماذا؟ لأنه أيضا في بعض الأطراف داخل حزب الإصلاح تراهن أيضا وتلعب من تحت الطاولة مع بعض الجماعات من الحوثيين وعلي عبد الله صالح، وهم نفس القوة تلك التي كانت تؤسس أو أسست النظام البوليسي داخل صنعاء، ولكن وزعوا بيضهم بين الرياض وما بين إيران. وبالتالي يعني الآن أنت تدخل في تفاصيل كثيرة يعني فيما يتعلق بالجنوب وما يتعلق ب يعني دعنا في ملف المفاوضات الآن بالتحديد، يعني عدم ذهاب الحوثيين إلى هذه المفاوضات، وهم كانوا أكدوا لمبعوث الأمم المتحدة مشاركتهم في هذه المفاوضات، ماذا يعني ذلك؟ يعني الحوثيون لم ولن يذهبوا إلى أي مباحثات إن لم يكن لهم نصيب الأسد في النهاية. في النتيجة الأجندة التي يحملونها تؤكد بما يلي: من أنه إذا هم كانوا في البداية يريدون أن يسيطروا، وقد تم بالفعل السيطرة على البلاد والعباد من خلال الانقلاب اللي حصل في صنعاء في 21 سبتمبر قبل الفائت، الآن وجدوا أن التحولات اللي صارت في الجنوب بعد عاصفة الحزم والتغيير في المشهد برمته الأمني والعسكري والسياسي، وجدوا أنفسهم لابد أن يذهبون إلى خيار آخر، وهو على الأقل الإمساك بالمناطق تلك التي متشبتين فيها الآن، وعدم إيجاد أي مدخل لقوات التحالف في إمكانية السيطرة على صنعاء أولا، واثنين بحيث أنه في الأخير إذا شعروهم قادرين أنهم يصمدوا خلال الفترة القادمة لمدة كم أشهر، بذلك يستطيعون معناته أنه في المحصلة النهائية أن يشكلوا الحكومة بالطريقة تلك التي كانت في نفس العملية السياسية اللي حصلت في لبنان، بحيث يتحول الحوثيون أنصار الله إلى نفس نمط حزب الله في طيب. اليمن. طيب سأعود إليك فيما يخص ما ذكرت حول الجنوب، لكن دعني أرجع إلى سيد فيصل المجيدي من العاصمة الكويت. سيد فيصل، يعني موقف الحكومة الآن، الحكومة الشرعية، فيما يخص عدم حضور وفد الحوثيين، يعني استمعنا إلى بيان، تابعنا بيان للوفد المفاوض يتحدث عن مطالبة المجتمع الدولي بموقف حازم تجاه عدم حضور جماعة الحوثي، لكن ماذا عن موقف الوفد المفاوض؟ ماذا عن موقف الشرعية؟ إذا إلى متى ستستمر في المكوث في الكويت بانتظار أن يصل وفد جماعة الحوثي وعلي صالح؟ نعم أخي العزيز، أعتقد أن الحكومة بالفعل وبشكل أخص الوفد المفاوض أصدر بيانا أوضح في مراحل حضوره للمفاوضات وأن الاتفاق تم بالتنسيق مع الأمم المتحدة، وأنهم حضروا بمنفتحين على السلام وبعقلية الدولة وليس بعقلية الميليشيات، بما معنى ذلك أن حضورهم لكان منطلقا من موقف القوة، لأنهم عسكريا كشرعية متفوقين في الميدان، وصلوا إلى حدود صنعاء، وكذلك للحكومة والمقاومة انتصارات في تعز وغيرها، ومن ثم فإن هذا الموقف دعاهم للحضور كان بسبب الدماء التي تنزف، كون الحكومة الشرعية هي مسؤولة عن كل اليمنيين حتى الطرف أو الدماء التي تسقط أو تسقط من دماء الحوثيين أنفسهم. ومن ثم وفقا لهذا الموقف ارتأت أن تستمر ولو ربما لأيام قادمة، لا أعتقد أنها ستتجاوز يوم الجمعة القادم. هناك تسريبات تتحدث أن محاولات كما ذكرها ولد الشيخ في بيانه الساعة الأخيرة لثني الحوثيين عن موقفهم، خصوصا وأن الموقف كان واضحا واللجان العسكرية رفعت بتقارير تؤكد أن الحوثيين هم من يعني الذين خالفوا الاتفاق فيما يتعلق بإطلاق النار، بل أن هناك تقارير وتصريح لرئيس هيئة الأركان اليوم بأن الحوثيين أطلقوا النار ليس فقط على المواطنين ولكن على لجنة التهدئة بمن فيهم اليمنيين والسعوديين. وبالتالي الأمور الآن، موقف الحكومة أعتقد واضح ومحدد، خصوصا وأنها التقت اليوم
بسفراء الدول الخمس لمجلس الامن واوضحت لهم الموقف بعد اجتماع بولد الشيخ، وكذلك رئيس الجمهوريه ايضا اجتمع بسفراء الدول الثمانة عشر وأوضح لهم أن الحوثيين جماعة مستهترة لا تراعي حقيقة الاتفاقات الدولية. والأمر بالفعل والمحل استغراب، إذا كان الحوثيون لم يلتزموا بحضور أو جلسة الافتتاح فكيف سيفعلون إذا ما تم توقيع اتفاقيات ملزمة؟ هذا أمر حقيقة محير، أنت تتعامل مع جماعة لا تراعي حتى الجوانب البروتوكولية، جوانب الاتفاقيات. هم حقيقة يشعرون بانهم استطاعوا نقض كل الاتفاقيات السابقه، البعض يحصرها ب 57 اتفاق سبق التوقيع عليها ومن ثم انقلبوا قبل ان تجف حبرها كما يقال. طيب فيصل المجيد، يعني عفوا، ماذا اذا لم يتخذ هذا المجتمع الدولي الامم المتحده هذا الموقف الحازم الذي يطالب به الوفد المفاوض؟ يعني اقول الحقيقه انه الذي يبقى امام الحكومه حقيقه والتحالف العربي، لان المساله في اليمن هي موضوع شراكه بين جميع الاطراف، تتحدث عن تحالف مكون من 10 دول، وبالتالي الامر سيكون كما يقال هناك الجزره والعصا. تعيينات او تغييرات الرئيس عبد الرب منصور هادي قبيل المفاوضات كانت واضحه انه يمد يده للسلام، لكن لا تزال العصا هي القويه بتعيينه لبن دغر وهو يمثل السياسه والجانب السياسي، ولتعيينه نائبا للرئيس يعني فريق علي محسن وهما مؤتح أن الحسم العسكري سيكون هو سيد الموقف في حال لم ينفع مع هؤلاء العمل السياسي. كان لنكون واضحين هناك ثمة استجابة للضغوط الدولية بالذهاب إلى ميدان المفاوضات قبل دخول صنعاء وقبل حسم المعارك في بقية المدن. يبدو أن الحوثيين إذا لم ينفعوا ويحضروا بالفعل ويستجيبوا لنداءات العالم فيما يتعلق بالعملية السياسية وهل عسكريا اضافه الى سياسيا. نعم. الحكومه تسجل نقاط الان في مقابل خسران للحوثيين. وهل ما زال وهل ما زال عبد الرب منصور هادي الرئيس اليمني والحكومه قادره على فعلا على استخدام العصا، قادره على الحسم العسكري، خصوصا بعد اكثر من مرور عام الان على انطلاق عاصفه الحزم؟ لا شك أن هناك صعوبات على الأرض، لكن صدقني أنك تتحدث عن حكومة سابقا كانت نظريا حكومة لكن لا تملك أي رقعة من الأرض. الآن الأمور هي أفضل، الجنوب تقريبا تحرر بأكمله، تعز تحررت كثيرا منها، الآن باتت القوات الجيش الوطني على مشارف العاصمة صنعاء، وبالتالي الحرص أتى من الخوف على سقوط مزيد من الدماء. أما مسألة الحسم العسكري أعتقد أنه سيكون في متناول اليد، لأنه سيتم استفراغ كل الوسائل بما يؤدي بالفعل إلى أن تحقن الدماء، لكن الحوثيين هم من يتحملوا كل هذه الإشكاليات التي ستحدث، وهم بالأساس قد دمروا البنية التحتية للمدن التي غزوها، ومن ثم ربما أن التاريخ سيسجل بأن الحكومة ثلاث جولات حاولت من خلالها التعاطي سلميا وبحث مسألة تنفيذ القرار 2216، لأن هذا القرار له صيغتين، الصيغة السياسية التي يمكن أن ينفذ من خلالها بإرادة حرة، والصيغة العسكرية وهذا معنى الفصل السابع الذي يقتضي أن ينفذ بقوة السلاح، وهو ما ربما طيب وضحت الصورة في نهاية المطاف. شكرا جزيلا فيصل المجيد الإعلامي اليمني، حدثتنا من الكويت. وانضم إلينا أيضا من إسطنبول سيد ياسين التميمي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي. سيد ياسين مرحبا بك. مرحبا، تحية لك وللسادة المشاهدين. أهلا وسهلا. يعني هذه ثالث جولة من المفاوضات الآن لأول مرة في الكويت، في كل جولة تحدث يعني عرقلة، يتأخر وفد الحوثي وعلي صالح. اليوم هذه الجولة لم يصل الوفد إلى الآن، ما قراءتك لذلك سيد ياسين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قراءتي أن الحوثيين وصالح لا يريدون الذهاب إلى الكويت، لأنهم في هذه المشاورة تحديدا سيتعين عليهم أن يقدموا تنازلات يعني صعبة، وهم ليسوا مستعدين لتقديم هذه التنازلات، لأنهم لا زالوا يعتقدون أن لديهم الفرصة لخلط الأوراق ولإثارة أمد المعركة والرهان على مفاجآت ربما قد تأتي وتغير من قواعد اللعبة على الأرض. لهذا هم لا يريدون الذهاب إلى الكويت. هم طبعا أعطوا تطمينات للمبعوث الأمم المتحدة وأوهموا الجميع أنهم ذاهبون إلى الكويت، ثم
مضوا في الميدان يخرقون الهدنة العسكرية ويفقدوها معناها الحقيقي، أملا منهم بأن الحكومة ربما تفقد أعصابها وتقرر عدم الذهاب إلى الكويت، ثم تعتيهم من مسؤولية عدم الذهاب إلى الكويت. لكن الذي حدث أن الحكومة أفشلت الرهان وذهبت إلى الكويت في وقت مبكر، فوجد الحوثيون وصالح أنفسهم أمام أزق حقيقي. لهذا هم تذرعوا بأنه ليس هناك وضوح في مسألة الأجندة، مع أن الأجندة طبعا متفق عليها مع مبعوث الأمم المتحدة، وعلى ضوئها تم توجيه الدعوة. ولكن نعم ولكن ياسين، يعني ما الذي يجبر الحوثيين على تقديم تنازلات إذا كان ما زالوا موجودين على الأرض ويشكلون قوة يعني معتبرة في الميدان، هكذا يقول البعض؟ يعني هم قوة مزعجة لكن لم يعودوا قوة مهيمنة. عليك أن تتذكر أنه قبل سنة من الآن كانوا هم الذين يحكمون البلاد ويسيطرون عليه عسكريا وأمنيا، ونجحوا في طرد الرئيس الشرعي للبلاد وأحكموا قبضتهم على البلاد. اليوم اليمن هم يخضعون للحصار تقريبا، القوات الشرعية المدربة والمؤهلة والتي تسلح سلاحا متفوقا ونوعيا عن السلاح الذي يمتلكه المتمردون أصبحت على الأبواب. هناك قواعد تغيرت، قواعد اللعبة تغيرت على الأرض، ومعادلة القوى أيضا تغيرت وهم يدركون ذلك. وأنه لولا هذا التقدم النوعي على الأرض ولولا نجاح قوات التحالف والجيش الوطني والمقاومة من استعادة الأرض وفرض أمر واقع جديد مختلف تماما أحبط تقريبا مخططاتهم لاستعادة السلطة، لما ذهبوا مع مبعوث الأمم المتحدة إلى ما يسمى مشاورات، أو لما رغبوا في إحياء العملية السياسية. ولهذا هم يريدون المزيد من الوقت، هم يريدون الرهان على فشل التحالف، هم يريدون اختبار إرادة التحالف مدى الاستمرار. يريدون هناك أيضا ربما أنا في تقديري أنهم هم طبعا فقدوا الأمل في الحسم العسكري، ولهذا ربما تلقوا إشارة إيجابية ربما من طرف ثالث لا أستطيع أن أسميه الآن، لكن ربما التغيرات الأخيرة على المستوى السياسي وعلى الأرض ربما دفع بطرف ثالث إلى محاولة إسناد الحوثيين وتشجيعهم على عدم الذهاب إلى الكويت. لكن ما أريد أن أقول أن عدم ذهابهم إلى الكويت طبعا أوقعهم في مأزق، وهم اليوم أضعف من أي وقت مضى، إن على المستوى العسكري أو على المستوى السياسي. طيب ابقى معي سيد ياسين التميمي. سيد علي المصفر، يعني هل تتفق مع ما ذكره ياسين التميمي عن عدم الذهاب للكويت لعدم تقديم تنازلات، لا يريد الحوثيون تقديم تنازلات؟ أنا أنظر لها من نظرة بانورامية أخرى، أنه الحكومة الشرعية أو الشرعية ضعيفة ما تمتلك على آليات وأدوات قوية على الأرض كانت تؤهلها في أنها هي تفرض على الحوثيين وعلى علي عبد الله صالح من الذهاب لأي مبعثات إلى أقصى الدنيا. لهذا لو لاحظت أنت في جنيف واحد وجنيف اثنين والآن الكويت وحتى الكويت ثالث وقطر وإلى أي منطقة أخرى، إذا لم تستطع الشرعية من تثبيت واقع على الأرض شريطة أن التحالف العربي يغير من أهدافه الاستراتيجية في التعاون مع الأهداف التكتيكية الحاصلة الآن في الميدان، بحيث أنه يتجاوزون الارتباك هذا في المشهد الأمني والعسكري أولا قبل الذهاب إلى معالجة المشهد السياسي برمته. إذا استطاعوا أن يثبتوا وضع المناطق المحررة ويعيدوا الوضع الأمني والعسكري فيها بمختلف أيضا مؤسسات الدولة داخل الجنوب، واستكمال تحرير ما تبقى من تلك المناطق في شبوة والمكلا وحضرموت وبقي والمهرة، إذا لم يتم الذهاب أولا إلى تنظيف هذه المناطق ومعالجة القوات تلك التي سواء تتبع القاعدة لعلي عبد الله صالح في الساحل أو قوات الحليلي والتي ذكرت أكثر مرة فيها من هذا المنبر الحر، وقلت أنه إذا كان حتى اليوم في عسيلان خلف التحالف في مأرب لا زالت قوات تابعة لعلي عبد الله صالح والميليشيات الحوثية موجودة هناك تقاتل، إذن كيف أنت تذهب؟ أنا أختلف تماما مع ذكره ضيفك. لكن هو قال يعني الحكومة الشرعية أو قوات الشرعية تسيطر على يعني حررت أجزاء من اليمن وصلت إلى حدود صنعاء. يا عزيزي نحن الآن من تبة المصريين لنا سنة، نحن نتابع الوضع كل دقيقة، نعرف كل شيء.
هذا إعلاميا ممكن نقوله نحن، ولكن على الأرض حاجة ثانية. الحوثيين وقوات علي عبد الله صالح إذا لم يتم اتخاذ قرار واضح من قبل التحالف في الإمساك بيد المقاومة الجنوبية الحقيقية والمقاومة الشعبية في تلك المناطق الآن التي ملتهبة وفي الجبهات الأمامية، إذا لم يعيدوا استراتيجية الترتيب والتنظيم للبنية التحتية التي يعتمدون عليها في عملية تحرير كل المناطق داخل اليمن، أنا في اعتقادي الضمانة الأولى الأساسية هو أن القرارات التي تم اتخاذها من قبل الرئيس عبد الرب منصور هادي كانت قرارات قد صبت الزيت أولا يمنيا على مختلف الأصعدة سواء سياسية والاجتماعية بتعيين علي محسن الأحمر نائما الرئيس الذي في عداء مباشر مع فئات اجتماعية واسعة بما فيها أيضا سعدة، أو حتى فيما يتعلق أيضا بالجنوب. فالحاضنة الشعبية سواء في الجنوب أو في الشمال أيضا هم لديهم موقف ثاني. أنت تشير إلى ضرورة حسم عسكري في هذا حسم العسكري هو الأساسي لأن السياسي هو نتيجة طبيعية يأتي من خلال الميدان. وضحت صورة سيد علي. انضم إلينا أيضا عبر الهاتف سيد حسن زيد من عام حزب الحق من العاصمة صنعاء. سيد حسن مرحبا بك. مرحبا. يعني الآن بعد تعثر هذه المفاوضات وعدم ذهاب جماعة الحوثي وعلي صالح إلى الكويت، يعني ما هو المشهد بالنسبة لك؟ المشهد بالنسبة لي الإدارة الدولية للأزمة اليمنية ضعيفة ولا تمتلك أي استراتيجية للحل. الأخوان الذين في الرياض لا يعرفوا ما يريدوا أكثر من تعقيد الأزمة والمشهد، بدليل ما ذكره الأخ الذي تحدث قبلي عن عجز عبد الرب منصور هادي وحكوماته المتعاقبة التي ليس لها وجود على تقديم نموذج لما يراد تعميمه في اليمن، بل بالعكس كأن المراد من خلال استخدام القوة الغاشمة للمملكة العربية السعودية تعميم الفوضى وتسليم المناطق إلى أمراء حرب وأمراء التطرف وذبح الرؤوس. لا يوجد تصور لحل المشكلة. المشكلة كانت سياسية في الأصل، رفض للشراكة وإقصاء تيارات من يتحدث عن علي صالح. علي صالح يمثل تيار واسع عبر عن نفسه في 26 الماضي من خلال تواجد الشعبية الضخم، ليس علي عبد الله صالح وإنما في تيار واسع تم إقصائه في حكومة باسندوة، ثم تعمد إقصائه أكثر في حكومة بحاح. أيضا أنصار الله الذين انتصروا عسكريا في 21 سبتمبر تم إقصائهم والتمسك بعدم بحرمة مشاركتهم في الحكومة وعدم منحهم، كما قال بحاح في اجتماع مجلس الوزراء وأنا عضو مجلس الوزراء، قال بأنه لا يمكن أن يعطي أنصار الله مدير عام، علما بأن أنصار الله على الأقل كانوا مقصيين من عام 2004 من حق الحياة مش من حق التوظيف. فيه خلل في التفكير السياسي لدى النخبة السياسية في إصرار على أنه أنا وما أمثله كل اليمن، وينبغي أن يخضع اليمن كله لي. وعندما يفرض الآخرون منطقة الشراكة سواء بالقوة أو بالشارع نرفض وجودهم ونحولهم إلى أشخاص. الحوثي وعلي صالح، ليس الحوثي وإنما أنصار الله حركة بالملايين سيطرت على اليمن بالكامل. علي صالح ليس شخص، تيار واسع يمثل المؤتمر الشعبي العام. لا يستطيع عبد الرب منصور هادي أن يجمع 5000 من المغتربين المناصرين للسعودية، بينما علي صالح جمع عشرات الآلاف والمئات الآلاف في يوم واحد. باختصار شديد علينا كيمنيين مسؤولين خصوصا الذي هم بأيتهم في الماء الباردة أن يفكروا في المشهد بروح وطنية مسؤولة عن اليمن واليمنيين. ينبغي أن نبحث عن كيفية التعايش فيما بيننا. التعايش فيما بيننا ينبغي أن يقر مبدأ الشراكة الوطنية، أن توقف هذه الحرب الظالمة، أن نستجيب للدعوات التي أطلقت قبل 21 سبتمبر 2014 بضرورة شراكة كل القوى السياسية في
ترتيب البيت اليمني. طيب طيب سيد حسن زيد، نعم الحوار الوطني. نعم، يعني أنت أشرت إلى نقاط كثيرة وعدت بنا ربما إلى 21 سبتمبر عندما سيطرت جماعة الحوثي بالسلاح على العاصمة صنعاء، وذكرت خالد بحاح وعن عدم منح الحوثيين لمنصب حتى مدير عام، ولكن الجميع يعرف أن جماعة الحوثي سيطرت على العاصمة وصلت إلى عدن، ويعني الكثير من المحللين والمراقبين للشأن اليمني يؤكدون إقصاء جماعة الحوثي لجميع الأحزاب السياسية باتفاق السلم والشراكة الذي تم فرضه بقوة السلاح. يعني أبدا استمرت حكومة بحاح وأنا عضو فيها 3 أشهر، وأنا أتحدث عن معرفة وعن وقائع. أول اجتماع للمستشارين مع الرئيس بعد تعيين طارح الصمد مستشار الرئيس وفقا لاتفاق السلم والشراكة، طالبهم بإلغاء اللجان الثورية واستيعاب 5 أشخاص من اللجان الثورية في جهاز الرقابة والمحاسبة، وألفين مجند حصل عليها يحصل عليها جاي يحصل عليها أصغر شيء في اليمن، أصغر شيء في اليمن يحصل على آلاف المجندين. نعم طيب يعني نعم سيد حسن زيد تسمعني؟ باختصار شديد نعم. كم استمرت الفترة؟ الحكومة شكلت واستمرت في أعمالها أشهر، ثم حدثت الاستقالة. طيب لنعود إلى المفاوضات. نعم لنعود إلى المفاوضات سيد حسن زيد. انقلاب على الدولة بالكامل. نعم انقلاب على الدولة وتخلي عن مسؤوليتها. طيب لنعود إلى الحديث عن هذه المفاوضات سيد حسن زيد، يعني لماذا لم تحضر جماعة الحوثي إلى هذه المفاوضات لتجاوز هذا الإشكال الذي ذكرته؟ كما قالوا بأنه إذا لم يكن هناك مصداقية لدى الأمم المتحدة ولدى السعودية في احترام الالتزام بمقتضيات الهدنة، كيف تعلن عن هدنة لوقف الأعمال العدائية ويستمر القصف القوي؟ كيف تعلن عن هدنة لكي يستمر الحشد ومحاولة تغيير الواقع جغرافيا؟ كيف تعلن عن هدنة ويرفض المخلافي من الرياض هذه الهدنة ويعلن بما يمثله من انتباه لتيار سياسي واسع بأنه سيستمر في الحرب حتى نقوم، حتى مدينة قم، مش فقط مرة؟ باختصار شديد، إذا لم يكن هنالك احترام للاتفاقات والالتزامات، ما معنى اللقاءات؟ تفريق الضغط الدولي وابتصاصه ثم جولة جديدة من الحرب. طيب احترام هذه الاتفاقات سيد حسن زيد أليس مطلوبا من الطرفين، من طرف الحوثي ومن طرف الحكومة الشرعية؟ يعني ما يحصل في تعز الآن أليس خرقا للهدنة؟ الهدنة حرقتها الهدنة السعودي والمخلافي، المخلافي أعلن بأنه سيرفض الهدنة ويرفض مقتضيات الالتزام بها. أنصار الله على الأقل من الناحية الإعلامية، من الناحية الكلامية يقولوا بأنهم ملتزمين بالهدنة. المخلافي يعلن بوضوح، وهذا حيث المثقف اليمني، أنه لا يحاسب على المواقف. المخلافي يعلن بأنه راضي للهدنة. طيب وضحت الصورة سيد حسن زيد، أرجو أن تبقى معي سأعود إليك. أعود إلى سيد ياسين التميمي من إسطنبول، يعني استمعت إلى ضيفي من صنعاء يتحدث عن خروقات الهدنة وكيف يتم مطالبة الحوثيين بالحضور إلى الكويت في ظل استمرار العمليات العسكرية وغارات التحالف العربي. من المؤسف طبعا الأستاذ حسن زيد يعتمد على المغالطات. مفردة الاحترام هذه سقطت منذ أن تحرك الحوثيون من دماج حتى وصلوا إلى عدن، لم يحترموا شيء، لا هدنة ولا اتفاق ولا إنسان ولا بشر ولا حجر، لم يتركوا شيء ولا احترموا شيء. ثانيا فيما يتعلق بتجاوز الهدنة على الأقل في محافظة تعز، هل يمكن لحسن زيد أن يقول مثلا بأن حمود المخلفي هو الذي اعتدى على الحوثيين المسالمين الذين جاءوا إلى تعز يحملون الورود على سبيل المثال؟ هناك مغالطات. ألو؟ نعم تفضل. هل تسمع؟ هناك مغالطات واضحة. الحوثيين لا يريدون السلام أبدا، وحسن زيد يعرف جيدا أنهم لا يريدون السلام. وضيفك الكريم الذي في الاستوديو الذي يحتج كثيرا على تعيين علي محسن ولم نسمعه يذكر لماذا يترقى واحد مثل أبو علي الحاكم إلى أعلى المناصب العسكرية واسمه مرتبط بكل هذه الأعمال الإجرامية التي شهدتها اليمن ابتداء من دماج وانتهاء بعدن.
هناك مغالطات يجب، هناك أمور ينبغي إعادة تصحيحها من أجل احترام عقلية المستمع والمشاهد في اليمن. نحن أمام هجمة شرسة متعددة الأبعاد على الدولة، على خيارنا نحن اليمنيين في إقامة دولة يمنية تعددية ديمقراطية اتحادية تحترم المواطن ويتفضل بها كل اليمنيين يعني على قدم المساواة. هذه الهجمة المتعددة الأبعاد في تقديري أن مصدرها واحد هو إيران. إيران تحرك يعني أنصارها، يعني شوف على مشارف انعقاد المشاورات في الكويت تحرك الناس في عدن ليوجهوا رسالة واحدة، هو أنهم غير معنيين بما يدور في الكويت وأن لديهم قضية مختلفة تماما. هذا تشويش حتى على القضية اليمنية نفسها، على الحلول المثالية التي ينبغي أن يحظى بها اليمنيون في هذه المرحلة الحساسة. طيب. نعم. أيضا هناك يعني تجاوزات لا نهاية لها للهدنة على الأرض يقوم بها الحوثيين والمخلوع صالح دون سواهم، الجميع يعرف هذا. يعني تعز تلقت يعني خلال فترة الهدنة عمليات قصف ممنهجة بمختلف أنواع الأسلحة وسقط شهداء وجرحى فقط لأنهم يريدون أن يوصلوا رسالة تتناغم تماما مع الرسالة التي صدرت عن طريق الحراك في عدن للقول بأننا نحن هنا الآن نعيد تعيين الحدود الشطرية. هناك مشاريع سياسية مشبوهة اليوم يجري تمريرها على رؤوس الأشهاد، هذه هي الحقيقة. لا أحد من هذه الأطراف يحترم الدولة ولا خيار اليمنيين في إقامة الدولة وفي تقوية الدولة وفي تأسيس دولة حقيقية في جنوب شبه الجزيرة العربية. نعم، ولكن سيد ياسين، يعني ضيفي هنا في الاستوديو تحدث عن مسؤولية الجانب الحكومي، الجانب الشرعية فيما يتعلق بعدم وصول وفد جماعة الحوثي إلى الكويت وإصرار هذا الوفد على هذه المباحثات السياسية وعدم الحسم الميداني. يعني بالعكس، اولا الحسم الميداني، هو ضيفك الكريم يعرف ان الذي يقرره هو التحالف العربي وليس السلطه الشرعيه، لان السلطه الشرعيه تحارب امكانيه التحالف العربي. ثانيا، ذهاب وفد الحكومه الى الكويت كان قرارا صائبا وذكيا جدا، لان الحكومه والتحالف العربي يتعرضون لضغوطات شديده من اطراف دوليه للذهاب الى هذه المشاورات. مع الاسف الشديد هناك من يريد ان يمنح الحوثيين والمخلوع صالح فرصه لاستئناف نشاطهم المدمر في اليمن، ولهذا نعتقد أن ذهاب الوفد الحكومي إلى مشاورة الكويت أفشل على الحوثيين والانقلابيين مخططهم ووضعهم في مأزق حقيقي. نعم. طيب، ابقى معي لو سمحت سيد ياسين التميمي. يعود إليك علي المصفري، يعني استمعت إلى ضيفي من اسطنبول، حديث عن علي محسن الأحمر، الحديث عن أيضا ما طرحه سيد حسن زيت من صنعاء عن إقصاء للحوثيين وعدم جدية الجانب الحكومي وجانب الشرعية في ما ذكره من شراكة. باختصار أقول أنه سواء حزب الإصلاح أو الجناح المتطرف في حزب الإصلاح عندما تستولى على السلطة في صنعاء بعد ثورة التغيير هم أقصوا الكل كمان. حزب الإصلاح استولى على السلطة. أيوة على السلطة. كيف؟ في بعد ثورة التغيير حكومة باسندوا واضحة أقصى كل. لكن لم تكن حكومة مناصفة ما بين اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام. مؤتمر الشعبي العام ومؤتمر الإصلاح رديف، وجهان لعملة واحدة، سياستهم فقط يختلفون حول من يدخل القصر الجمهوري، لكنهم متفقين في سياستهم على الجنوب، وبهذا أقصوا قضية الجنوب نهائيا. والأخ يتحدث عن هذا الموضوع أنه حسن زيد نفسه هو يعرف جيدا أيضا أن الحوثيون في بعد 21 سبتمبر 2015 هم أقصوا الكل أيضا بنفس طريقة حزب الإصلاح، وحتى ما فيها القضية الجنوبية. يعني لا يوجد معنا متحدث عن حزب الإصلاح ليبين هذه النقطة، لكن المعروف أن بعد ثورة 2011 واتفاق المبادرة الخليجية شكلت حكومة برئاسة سالم باسندوا كما ذكر، وكانت مناصفة ما بين اللقاء المشترك وحزب المؤتمر وحلفاء. يعني أنا أتفق معك جملة تفصيلا حول الموضوع هذا، لكن على الأرض في السياسات التي اتبعت منذ ذلك الحين 2011 حتى. طيب، لموضوع الانقلاب. لكن أنا أريد أن أؤكد على قضية ثانية مهمة جدا الآن، أن الهدنة التي اخترقت هي اخترقوها الحوثيين أساسا وقوات علي عبد الله صالح، وليس التحالف العربي ولا حتى المقاومة في المناطق الملتهبة. ثاني شيء إذا قضية رئيسية، أنا أريد هذه العقلية أن تتحرر من قبل الأخوة الأطراف اليمنية التي تريد أن تشارك في العملية السياسية. عملية مشاريع شطرية مشبوهة بالحراك الجنوبي وبالمليونية التي أقيمت البارحة وقبل البارحة، الناس استفتوا في الجنوب يا أخي،
إذا نحن نريد أن نحل المشكلة، أنا أؤكد من على هذا المنبر الحر وأؤكد على كل المستويات من أنه إذا نريد نحن أن نحافظ على دم الناس في اليمن ونحافظ أيضا على كل الثروات التي موجودة في اليمن وأن نوجد الأمن والاستقرار داخل المنطقة، علينا أن نعترف بحقوق الآخرين لا الإقصاء والتهميش بذات الطريقة التي اتخذها علي عبد الله صالح المخلوع وأيضا جماعة الحوثي بعد 21 سبتمبر. يجب أن نعترف نعم ألا ترى سيد علي المصفري أن هذه المظاهرات التي أشرت إليها في عدن والمطالبة باستقلال الجنوب في هذا التوقيت بالذات، ألا يساهم ذلك في تعزيز ما يدعو إليه الحوثي؟ لا يساهم ذلك في دعم هذا المشروع الذي يعني انقلب على اليمن ووصل إلى عدن؟ يعني عزيزي، الأوطان لا تنتهي بالتقادم. في ثورة التغيير أذكر أن كثير أيضا من الأخوة موجودين كان ثورة التغيير يتصلون بنا، نحن يقول مش وقته، عندما صعد الإصلاح وسيطر على الأمور كلها قالوا أن هذه الأمور نحن عالجناها في مؤتمر الحوار الوطني، مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وأن القضية الجنوبية قضية هامشية. الآن شعب الجنوب عندما وجد أنه ما في وحدة، ما في نظام، ما في دولة، يقتلون كل يوم، اغتيالات في الجنوب، نهب الثروات، حتى علي محسن الأحمر الآن يملك أكثر من مساحة البحرين داخل الجنوب. ما الذي يقتل في الجنوب؟ يعني ليس الآن من يعني على رأس السلطة المحلية في الجنوب يعني قادة جنوبيين من أبناء لكن مش الجنوب؟ هم يغتالوش، لا، اللي يغتالوا الآن وفقا للتحقيقات هم بعض الأجنحة المتطرفة من العناصر المتطرفة داخل حزب الإصلاح وجماعة علي عبد الله صالح وجماعة الحوثيين وجماعة أيضا أنصار الشريعة أو القاعدة أو الدواعش التي هي تابعة لعلي محسن الأحمر وعلي عبد الله صالح، وهذا معروف، الناس الآن تحدثون بوثائق رسمية. وأين دور مدير الأمن والمحافظ والسلطة الإدارة المحلية في عدن؟ بدأوا في عملية التنظيم والترتيب، ولكن هذا لا يكفي إذا لم يكون هناك في قرار سياسي من قبل الأخوة في التحالف بالذهاب إلى فتح الملف الأمني داخل الجنوب والمناطق المحررة بحيث أنه يحموا ظهرهم. وأنا أتحدث الآن من هذا المنبر أقول أنه الأمن القومي العربي الخليجي والمشروع العربي في الجزيرة العربية لا يمكن أن يتم إلا بتثبيت الأوضاع الأمنية داخل الجنوب وإقرار حق الشعب الجنوب في استعادة دولته وهويته، لأنه الآن إذا بقينا في هذه الأوضاع نحن سنذهب إلى الهاوية. وطالما أن هنالك في تعنت من قبل الحوثيين وأيضا تشدد من بعض الأطراف الموجودة الآن لتسمي نفسها في الشرعية أو المكونات اليمنية التي ذهبت إلى الكويت للمباحثات، أنا في اعتقادي هذا التجاهل الواضح من قبل كل الأطراف وعدم وجود نضوج إرادة سياسية حقيقة لديهم سوف يتعب ليس فقط الجنوب ولا اليمن، ولكن سيتعب أيضا التحالف العربي في مزيد من الاستحلاب ومزيد أيضا من المشاكل التي يمكن أن تلقي بإضرارها أيضا على المنطقة. طيب، وضحت وأمنهم واستقرارهم الصورة. أعود إلى السيد حسن زيد من صنعاء. يعني البعض يتساءل يعني لماذا يذهب الحوثيون للحوار في الرياض ويعقدون اتفاقات كان يعني من بينها نزع الألغام على الحدود وقف العمليات على الحدود ولا يتفاوضون الآن مع الحكومة اليمنية في الكويت؟ هذه مغالطات وأكاذيب. يعني ألم يذهب الحوثيون إلى الرياض؟ لحظة، هذه مغالطات وأكاذيب. في اتفاقات أمنية عسكرية في الحدود، والتقوا السعوديين في اليمن، والتقوا أيضا في ظهران الجنوب، وقعوا اتفاقات مشهودة وموقع عليها، ما في كلام. بالنسبة لهم سبق وأن التقينا وحاولنا أن نلتقي في جنيف بعد أشهر قليلة من الحرب، ثم تم اللقاء في فرنسا مع وفد الرياض. يعني لا يوجد رفض للقاء مع وفد الرياض، بل بالعكس الأخوة أنصار الأول المؤتمر الشعبي العام وبقية المكونات السياسية تطالب بلقاء وطني للبحث عن حل سياسي يضمن الشراكة الوطنية وحل مشكلة الجنوب. كل القضايا لابد أن تطرح في الطاولة. الأخوان في وفد الرياض يضعون العصا في دولاب العمل السياسي لأنهم يريدون أن يظل باب الارتزاق لهم في الرياض موجود، لا يريدون حلا. ولكن سيد حسن زيد، ألم تناقش هذه القضية؟ ألم تناقش في الحوار الوطني؟ نعم، ألم تناقش في الحوار الوطني هذه القضية؟ أتم بجملتي. الله خلاص تفضل. يعني إذا كان تحقيق بسأل الثاني، لكن أتم بجملتي. تفضل. في الرياض هم الرافضين الحوار السياسي.
ومصرين على أن يكون حوار أمني عسكري تحت طائلة القصر. السعودية والأخوان في الرياض التزموا بعدم أعمال عدائية بما فيها القصف الجوي. فلنقل بأنه في الجبهات في ظل رفض ممثلي الرياض التواجد في الجبهات من لجان التهدئة، لنقول بأن الدعاوى ستظل كاذبة من الطرفين. لكن القصف الجوي، القصف الجوي لا يحتمل على الإطلاق، لا يحتمل على الإطلاق الأكاذي، لأنه لا يوجد طيران يمني يقصف السعودية حتى تأتي الطيارات السعودية تقصف صنعاء وتقصف نه وتقصف سعد وتقصف حتى صعبة. بمعنى آخر، لأنه الأخوان في السعودية والأخوان في الرياض فهموا رسالة التجارب التي سعى إليها أنصار الله بالتوجد المذل من وجهة نظري للسعودية، اعتبروها بأنها دلالة عن ضعف. أغرقتهم بالعودة إلى منطقة الحرب. هذا المنطق لا يجدي ولن يجدي إلا تفكيك اليمن وتشريد أهله منه. في بعضهم تركيا تلعب دورا سلبيا لمحاولة استعادة دولة الخلافة. لنخرج من هذه النقطة سيد حسن زيد، يعني نعم لنخرج من هذه النقطة. المصدر يعني حكومي عسكري تحدث عن خروقات لجماعة الحوثي تجاوزت 400 اختراق، سواء في تعز وفي غيرها. لأنه لم تشكل اللجاء كذب، هذا كذب من أين المصدر الحلول؟ المفروض بأنه لجان التهدئة هي التي تحدد الخرج. المصدر الحكومي هذا كذب. نحن نتحدث عن قصف جوي، فلنقل بأن المواجهات في الجبهات نتيجة لرفض جماعة الرياض إرسال مندوبيها للإشراف على التهدئة، فلنقل بأن الطرفين سيقترفوها بدعاوى كاذبة. طيب أختم معك سيد حسن زيد بهذا السؤال، يعني البعض يقول أن استمعت ربما إلى ضيفي من اسطنبول يتحدث عن عدم قدرة أو عدم رغبة جماعة الحوثي خصوصا مع الضغوط التي حصلت يعني تعرضت لها في تقديم أي تنازلات سياسية خصوصا ما يتعلق بتنفيذ القرار 22/16. يعني باختصار القرار 22/16 يقضي أولا بالحوار السياسي الاتفاق على الشراكة الوطنية، استكمال الحوار الذي رعته الأمم المتحدة، ثم تنفيذ بقية سنود القرار. أنصار الله التزموا بتنفيذ القرار وأكدوا بأنهم سيسلموا حتى السلاح وسينسحبوا من صنعاء. ماذا يراد أكثر من هذا؟ لكن لمن يسلم السلاح؟ لمن ينسحب؟ هل تنسحب للقاعدة كما حدث في بعض مناطق الجنوب؟ ينبغي أولا الاتفاق على موضوع الحكومة، على موضوع الشراكة في السلطة التنفيذية التي ستقدم ضمانات للجميع من الجميع. فلتعود السلطة، فلتعود سلطة الرياض إلى صنعاء وليستلموا السلاح. ما الذي يمنعهم؟ يعودوا إلى أي منطقة محررة في الدعوة أنهم حرروها. نعم. في ظل حتى حماية قوات الاحتلال الإماراتي والسودانيين والبلاكوتر وغيرها. طيب شكرا سيد حسن. نموذج نسعى لتعميمه في اليمن، لكن أن يطالبوا نعم باختصار لو سمحت الحرب. نعم. أن يطالبوا فقط باستمرار الحرب لأنهم مرتزقة في الخارج يعيشون وعيشون. طيب شكرا جزيلا حسن زيد أمين عام حزب الحق، حدثتنا من صنعاء. عود إليك سيد ياسين التميمي من اسطنبول، عذرا على الإطالة. استمعت إلى كلام ضيفية هنا سواء في الاستوديو أو عبر الهاتف، برأيك يعني ما ذكره بالتحديد السيد حسن زيد عن استجابة جماعة الحوثي لتنفيذ القرار 22/16، ولكن هو تحدث عن اتفاق سياسي أولا. حسن سيد كل ما ذكره طبعا أكاذيب ومغالطات ولا أساس لها من الصحة، ما يعني هو يرتهن لمشروع سياسي لا يؤمن بالشركة أصلا. استعادة الإمامة تقتضي تصفية الخصوم، يعني من حيث المبدأ الإمامة لا تقبل بشركاء، الإمامة تعتقد أن لها حق إلهي في الحكم، وبالتالي على الأطراف أن يسلموا ويسلموا بقوة السلاح، بل أن هناك جزء من العقيدة، هذه الدماء التي تسيل هي جزء من العقيدة الزيدية التي تسبق عادة ظهور الإمام، فهم يقتلون دون هوادة لأن هذه من شروط ظهور الإمام الزيدي. لهذا يعني هذه الحقيقة ربما تختفي عن ذهن الكثيرين، ولهذا هم فقط يستعيرون بعض المفردات والمصطلحات السياسية. على سبيل المثال عندما يقول على الحكومة أن تعود إن أرادت أو إن استطاعت تحت حماية القوات الاحتلال، هذا طبعا
يريد أن يقول بأن الحكومة غير قادرة على العودة. الحكومة موجودة الآن على الأرض، موجودة على أطراف صنعاء، وهو يعلم أن اللجان الوزارية تزور يعني مديرية نهم التي لا تبعد 30 كيلومتر عن العاصمة صنعاء، وهناك تواجد كامل لمؤسسات الدولة في كل مكان. طبعا يحاول المخلوع صالح عبر أجهزته وعبر تعاونه الكامل مع الحراك الجنوبي على خلق نوع من الاضطراب في المحافظات المحررة خصوصا في الجنوب. وقد يعني شلال شائع كشف عن هذا وقال بأن كل الذين قاموا بالعمليات القاتل والتخريب في عدن ناس مرتبطين بخلايا تابعة للمخلوع صالح، وقال أن هذه الخلايا هي من قاعدة المخلوع صالح. إذن المسألة أصبحت واضحة. ضيفي هنا في الاستوديو حمل الإصلاح مسؤولية هذه الأعمال سيد ياسين. طبعا للأسف الشديد هذا هو يتحدث الآن انطلاقا من شراكة سابقة مع الحوثيين. هم كانوا يعتقدوا أن الحوثيين سيصلون إلى عدن وبموجب اتفاق ما بين الحراك الممول من إيران والحوثيين، كان هذا الاتفاق يقضي بأن يدخل الحوثيون إلى عدن ثم يبرمون اتفاقا يمكن الحراكيين من ممارسة حكم صوري في المحافظات الجنوبية تحت إشراف عبد الملك الحوثي. والآن على فكرة نفس المفردات التي أدت إلى أننا يعني نتلقى هذه الثورة المضادة الغادرة كان واحد من أدواتهم هو شيطنة الإصلاح وشيطنة علي محسن وإظهار أن الإصلاح هو الذي سيطر على السلطة. الإصلاح كان معه 4 وزراء فقط، والذي كان وضحت الصورة الشعبي العام نفس الوزارات والرئيس الجمهورية نائب المؤتمر الشعبي العام ورئيس الوزراء رئيس مستقل ومن الجنوب. ولهذا يصر ضيفك أن يقول بأن الإصلاح سيطر على الحكم، هذا نوع من الأكاذيب اليوم التي بررت الحوثيين في السابق وتبرر لهم اليوم لكي يواصلوا جرائمهم ضد الشعب اليمني وضد الجنوب. طيب شكرا جزيلا ياسين التميمي الكاتب الصحفي والمحلل السياسي حدثنا من اسطنبول. أيضا معنا من عدن سيد فؤاد مسعد الكاتب الصحفي. سيد فؤاد مسعد مرحبا بك. مرحبا. أهلا وسهلا، يعني أعتذر عن الإطالة وضيق وقت الحلقة. يعني باختصار سيد مسعد، يعني ما حصل في عدن من مظاهرات تطالب بانفصال الجنوب والعودة إلى ما قبل 22 مايو 90، برأيك ما هي الرسالة التي حاول المتظاهرون إيصالها إلى مؤتمر إلى المفاوضات في الكويت؟ هذه الفعاليات يعني ليست الأولى ولكنها امتداد لفعاليات سابقة ومتواصلة في عدن وفي عدد من المحافظات الجنوبية. والهدف منها كما هو معروف منذ انطلاق الحراك الجنوبي في العام 2007 وعقب يعني سلسلة طويلة من المعاناة التي كرسها النظام المخلوع علي عبد الله صالح تجاه ابناء الجنوب بعد حرب 94 وما لحقهم يعني من اضرار سواء الاضرار الماديه او الاضرار النفسيه بازاحه الجنوبيين باعتبارهم كانوا هم شركاء في تحقيق الوحده اليمنيه عام 90. طيب باختصار فؤاد، نعم، هل من مشروع سياسي لهذه المظاهرات؟ هل تم تقديم اي مشروع سياسي واضح؟ الحقيقة أنه الموجود الآن من قبل الحراك الجنوبي ومختلف هذه الفعاليات التي تقام المطلب الواحد الواضح وهو يعني عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه قبل تحقيق الوحدة اليمنية، بمعنى أن تعود اليمن إلى وضعها السابق يمن في طيب الشمال ويمن شكرا في الجنوب، هذا هو المعلن وهو المطروح الآن. طيب شكرا جزيلا فؤاد مسعد الصحفي من عدن واعتذر على قصر المشاركة. كلمة أخيرة سيد علي المصفري. شكرا جزيلا. الحقيقة شوف نحن نريد نعمل خلاصة من هذا اللقاء. نعم باختصار باختصار يعني. شديد خلونا هل تنجح هذه المفاوضات برأيك؟ هل تستمر أم يعلن الفشل فشل هذه المفاوضات؟ ستفشل. أيوة لأنه ما فيش إرادة سياسية لدى الأطراف كلها ولم يريدوا أن يذهبوا إلى معركة القضايا الرئيسية. إذن ستفشل. إذن إذا يريدوا يذهبوا إلى معركة 3 قضايا رئيسية بكل شجاعة وبكل قوة ضمير وإرادة. التي هي قضية بناء دولة داخل صنعاء. قوية يمكن أن تمسك قبل أوضاع قبل 22 مايو. نعم. واثنين دولة قوية داخل الجنوب، ثم يتم أيضا محاولة إضافة الملف كاملة لليمن إلى مجلس التعاون الخليجي. طيب شكرا جزيلا. بحيث أنه يتم السيطرة على كل الأوضاع السياسية والأمنية في إطار دولة أو دولتين. دولتين. طيب شكرا جزيلا علي المصفري المحلل السياسي اليمني. أعزائي المشاهدين شكرا على متابعتكم، ألقاكم في حلقة أخرى
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.